قرآن وواقع. رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. القرآن موعظة ورحمة للناس. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، أي جاءتكم في هذا القرآن المنزل من عند الله موعظة من ربكم تثير الرغبة والرهبة في نفوسكم، الرغبة في امتثال أمر الله والرهبة من عقاب الله تبارك وتعالى لمن لم يتحرر من العبودية لغير الله. فتخوفكم الآيات القرآنية وعيد الله والآيات التي تشتمل على التخويف من والترهيب من أجل إصلاح أخلاقكم وأعمالكم حتى تعيشوا سعداء في هذه الحياة الدنيا. وشفاء لما في الصدور، الشفاء الدواء الذي يستشفى به ويعالج. دواء القرآن يداوي الصدور القلوب من الجهل ومن الشك ومن الريبة، فيستقر في القلب الطمأنينة والهدوء والسكن النفسي. وهدى ورحمة، وهدى أي هداية من الله في هذا القرآن لكم يوجهكم لما فيه سعادتكم في الدنيا والآخرة. ورحمة للمؤمنين، رحمكم الله تبارك وتعالى بما أنزل عليكم في هذا القرآن من أحكام وتشريعات وبيان النهج الذي تسلكونه من أجل أن تحققوا مصالحكم وسعادتكم في هذه الحياة الدنيا. ولذلك قال بعدها في الآية التالية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل يا محمد صلى الله على محمد، ويا من تدعو بدعوة محمد، قل بفضل الله وبرحمته. فضل الله على البشرية أن أنزل لهم الصراط السوي والطريق الذي يحقق لهم سعادتهم، فما من حكم تشريعي أنزله الله في هذا القرآن إلا ويحقق مصلحة من مصالح العباد، من مصالح المجتمع، ليكون المجتمع سعيدا بعيدا عما ينغص حياة أفراده من أي نوع من الأذى، نفسيا كان أو ماديا. فهذا فضل الله عليكم أن أنزل عليكم هذا القرآن، ورحمة بكم حرركم من العبودية لغيره، لأن العبودية لغير الله وطاعة غير منهج الله تسبب للإنسان إرباكا وإحراجا وحياة ضنك، وإن كان شياطين الإنس والجن المتسلطون على البشرية يحاولون أن يبرزوا أن ما يعيشه الإنسان في كنف غير الله أن فيه شهوات يحقق شهواته ويحقق سعادته، لا يحقق سعادته. قد يحقق شهواته، ولكن صاحب الشهوة عبد، فإذا ما ترك الشهوة أضحى ملكا. فالخير بهذا القرآن، ولذلك قال سبحانه: فبذلك فليفرحوا، يعني بهذه الرحمة من الله وبهذا القرآن الذي أنزله عليهم وحررهم من العبودية لغير الله فليفرح الناس. من الذي يستشعر عظمة الله؟ وهو المؤمن. المؤمنون يفرحون بفضل الله ورحمته، وهذا
الإيمان والسلوك الصحيح خير مما يجمعون من حطام الدنيا، حطام الدنيا الزائلة التي لا تفيد لأنها لا تستقر، ولكن الآخرة هي التي تبقى. وفي هذه الآية دعوة إقناعية عقلانية بشأن القرآن وما جاء فيه مما يحقق سعادة البشرية في هذه الدنيا وفي الآخرة، ويحقق سعادتهم في الدنيا لأنه يعظهم ويبعدهم عن كل ما يسيء إليهم، ويهديهم ويوجههم إلى كل ما فيه خير لهم في هذه الحياة الدنيا رغبة في استجابة من لا يستجيب، حتى ينخرط في صف الإيمان، إيمان المؤمنين برسول الله وبالرسل جميعا، وترتبط قلوبهم بالله الذي بفضله سبحانه تذخر قلوبهم بالصحة والعافية، الصحة والعافية من الخرافات ومن الجهلات ومن الضلالات ومن الشك ومن التردد ومن الحيرة، يعرفون هدفهم ويعرفون طريقهم ويعرفون ربهم فيعيشون آمنين مستقرين. أما من يعبد غير الله وينساق إلى غير الله فإنه يظهر لبعض الجهلة أنه سعيد، ولكن في حقيقة أمره يعيش الدنيا من أول حياته إلى آخرها لا يجد طعم السعادة، إنما الحياة مليئة بالمنغصات، ولا يوجد إيمان ولا سلوك صحيح يخفف من هذه المنغصات ويوجهها إلى ما فيه الخير. عندما نمرض نذهب إلى الطبيب، فالقلوب تمرض إن لم تذهب إلى القرآن لا تصلح، وتكون الحياة بالنسبة للإنسان يحسبها لذة وسعادة، ويسرع من لذة إلى لذة ومن شهوة إلى شهوة، ثم يأتي ملك الموت ويجد نفسه لم يحصل السعادة، إنما حصل شهوتي البطن والفرج فقط، وما تبقى تركه في هذا الكون وانصرف وحمل أعماله الشائنة. فالمؤمن أيها الإخوة هو السعيد، هو الذي ينبغي أن يفرح بفضل الله وبرحمته، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني.